مجموعة من الأطفال أو بالأحرى عباقرة الجزائر لا يتعدى سنهم 12 سنة، رفعوا علم الجزائر عاليا بكوريا الشمالية وتحديدا في مسابقة الروبوتيك، وذلك عن طريق تحصلهم على المرتبة الأولى عالميا. نتعرف على هؤلاء العباقرة في هذا الريبورتاج. هم مجموعة من أطفال الجزائر والنوابغ صح القول، أبدعوا في اختبارات العقل عن طريق دخولهم لعالم التكنولوجيا. هذه المدرسة جاي نقرا بروغراماسيون، نقرا يعني طريقة صنع روبو أو الديزاين تاع الروبو، كيفاش نخدمو، كيفاش نصمم روبو باش نشارك فيه في مسابقات ولا نديبلومي به في المستقبل. احنا دوك الاطفال تاعنا الهدف تاعنا انه الاطفال يبعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي ولا يبعدوا على المضار اللي راهي كاينه فيهم. احنا الحمد لله الاطفال تاعنا دوك اغلبيه دوك الطفل كي يدرس عندك روبوتيك ولا يتعلم برمجه يحاول في الدار تاعو، لانه احنا العلبه الاطفال ياخذوها معهم للدار، كي ياخذ العلبه تاعو للدار واش يدير؟ يعاود يركب واش دار، يعاود يركب، يعاود يبرمج، والاسبوع الجاي واش يجي يجيب للاستاذ تاعو يقول له شوف استاذ زدت طورت في الروبو تاعي، يعني التاب في الاسبوع هذا كامل انه يركب حاجه، انه يستفاد حاجه، لانه المنهج تاعنا فيه مقسم قلت لك 12 مستوى، حاجه ثانيه يقراو فيه المات، يقراو فيه الفيزيك، يقراو العلوم، لانه هذا كامل منهاج واحد، لانه ستيم سيونس تكنولوجي انجينيرينغ ماتيماتيك، يعني كامل منهاج واحد وكامل الطفل يعني حتى في الدراسه تاعو راح يعاونو بزاف، لانه حنا يقرا 3 ساعات في الاسبوع، هذه 3 ساعات تكون يا اما يا جمعه يا سبت، لكن يستفاد منها من كلش، من المات، يستفاد من الفيزيك، وحتى يدير الابداع تاعو والابتكار، لانه احنا الفكره تاعنا انه الطفل يدرس عن طريق اللعب. صناعة الروبوتات وبرمجة التطبيقات هو المجال الذي دخله هؤلاء العباقرة، تاركين بصمتهم على المستوى العالمي من خلال تصدرهم المراتب الأولى في مسابقات عالمية وبإشادة من سلطات عليا. روبو هذا تابولينغ ديت مرتبة تانية بين 30 دولة في كوريا، وسانيت روبو تاع باركور جيت فيه التالتة بين 30 دولة تانيت في كوريا. شاركت في مسابقات بزاف مع هاد المدرسة في المشوار تاعي، منهم مسابقة وطنية مسابقة عالمية، شاركت في المسابقة تاع كوريا IYRC في 2022 جيت المرتبة التانية في الروبوت و ثالثة في 3D هذيك، وشاركت بزاف في مسابقات وطنية جيت المرتبة الثالثة والحمد لله. مشاركة في المسابقة العالمية أونلاين للرسم حول الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، متحصل على الجائزة الميسية، تحصل عدة فرقاء على الجائزة الذهبية، واخترت أنا للحصول على الجائزة الميسية وهي أعلى درجة منها. فقمت بتقديم المشروع أونلاين، حيث يتمثل المشروع في رسم يبين كيفية تعايش الإنسان مع الروبوت في المستقبل في عدة مجالات مثل مجال الصحة، مجال التعليم، مجال الصناعة. شاركت في المسابقة العالمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وفزت بالمرتبة الأولى في ميدان صناعة الألعاب وبرمجتها. العام اللي فات أنا أيضا شاركت في المسابقة العالمية بكوريا، حققت المركز الرابع فيها. أما هذا العام الحمد لله مثلا الحمد لله كان عندنا رغبة في الفوز مثلا مع زملاء تاع الفريق معايا، حققنا الحمد لله المركز الأول. ثم ما عندي خبرة في مجال الروبوتيك والمشاريع.
أطفال لا يتعدى سنهم 14 سنة شغفهم بالروبوتيك جعلهم يبدعون في صناعة أحدث الروبوتات التي تتماشى مع التطور التي بدت تشهده المعمورة. الطفل يبدا من مشاريع، مثلا يبدا بالبروتوتيب صغار، يبدا بالبلاستيك، بحيث انه في الديبي تاعهم مثلا من 5 سنوات البلاستيك تاعهم يكون كبير، بهذا الطفل مثلا ما يقدرش يبتلعو حاجه كيما هكذا، تسمى الحمايه تاعو، من بعد يبداو يطلعوا في المستويات، يبداو بالبلاستيك ويجيو طالعين في المستويات حتى يوصلوا تاع الحديد. حنا الروبوات تاعنا فيهم انواع، فيهم بلاستيك، ومن بعد فيهم تاع الحديد، ومن بعد فيهم لا رياليزاسيون اوفيسيال اللي هما لي روبوت مثلا البرا مانيبيلاتور، مثلا البرا روبوت يتحكموا فيه عن طريق التليكوموند، هادو اللي رياليزيوهم بعد كي يكبروا مثلا من 14 سنه 13 سنه وين الاولاد تاعنا وين يقدروا يبرمجوا هذو الروبوتات ويتحكموا فيهم. Today I made a space shutter. They use it in space. It's like a plane but you use it in space. So you can fly anywhere you want. We make robots, we make like a scratch, we program it. We do coconut, we do robot. In coconut, we make the robot and we program it. While in M-Block, we have to program to make like some things we have to do. Like so, you can have fun with them. Sometimes they're games, sometimes they're serious games. خدمت مشروع مقسم إلى جزئين. مشروع الأول مزرعة ذكية فيها كابتور دوميديتي مستشعر الرطوبة. كي الرطوبة تكون منخفضة. موتور يشعل الماء، نوض يشعل الماء يسقي الشجر، وكي الميديتي تاعو تطلق غير تبدا تطلع الكابتور يحس، المستشعر غير يحس بلي راهي بدا تطلع يحبس الموتور، يحبس عن السق. ومش وفيه إنارة في الحديقة تماك، تكون في النهار تكون ضوء قوية على الكابتور تاع حساس تاع الضوء CDS. الإنارة تكون طافية، وكل ما تطلع لجي الليل كل ما تضاف الإنارة تاع برا يقوى الضوء تاع البوطوات اللي قوي يشعل. خدمت روبو لي ديتيكتي الحرائق، يروح يتبع النار ومن بعد كي يلحق للنار يطفيه بلا بومباو، شغل مش ما الانسان ما يروحش يخاطر بنفسه ومش يطفي النار. جاتني الفكرة باسكو شفت هنا في الجزائر شغل الحرائق بزاف وكلش والناس يتحرقوا، قلت نخدم هذا الروبو مشي يعاونهم في المستقبل. منهج دراسي خاص وبتأطير ومرافقة من أساتذة في مجال الابتكار والإبداع هو ما مكن هؤلاء الأطفال من إبراز قدراتهم وتطويرها. لأنه المنهج تاعنا فيه مقسم، قلت لك 12 مستوى، حاجة ثانية يقراو فيه المات، يقراو فيه الفيزيك، يقراو العلوم، لأنه هذا كامل منهاج واحد، لأنه ستيم سيونس تكنولوجي انجينيرينغ ماتماتيك، يعني كامل منهاج واحد وكامل الطفل يعني حتى في الدراسة تاعو راح يعاونوا بزاف، لأنه حنا يقرا 3 ساعات في الأسبوع، هذه 3 ساعات تكون يا إما يا جمعة يا سبت، لكن يستفاد منها من كلش، من المات، يستفاد من الفيزيك، وحتى يدير الإبداع تاعو والابتكار، لأنه حنا الفكرة تاعنا أنه الطفل يدرس عن طريق اللعب. الطفل واش يحس على انه يلعب، يجي يركب روبو ومنه فرحان، لكن هو داير حوايج ميكانيك او تعلم حاجه ميكانيك، تعلم حاجه في البروغراماسيون، تعلم حاجه في الذكاء الاصطناعي بدون ان يشعر، يعني ماشي راح تكون له حاجه كيما نقولوا حنا غير اورال يقرا ولا نو، حنا يبراتيكيها ويحس روحو على انه يلعب، لكن راه استفاد حوايج بزاف بزاف. مرة أخرى يرفع اسم الجزائر عاليا بفضل هؤلاء النوابغ في محافل دولية وسط أكثر من 30 دولة في مجال يعتبر نواة المستقبل. أهدافي المستقبلية حابة نحقق إنجازات مثلا نساعد الإنسان في مجال سواء حياته اليومية أو الخاصة، لانه الروبوتيك عندها مجالات عده ما تختصرش على موضوع محدد، مثلا تساعد لك امور تسهل لك الحياه تاعك، ماذا بينا نعاودو نزيدو نابليكي ونزيدو نطورو في الافكار تاعنا باش الانسان يعيش حياه سهله.
نتمنى يكون عندنا شوية دعم من عند الجهات المعنية، لأن عندنا أفكار كثيرة نريد تحقيقها ونتمنى يعاونونا إن شاء الله. إن شاء الله حاب نكون عالم، حاب نكون متخصص في مجال البرمجة، ولحد الآن أنا نشوف هذا التخصصات هي اللي تليق لي كما هكذا، يعني حاب لأني عندي شغف في البروغراماسيون خاصة في الأردوينو يعني في الإلكترونيك عامة. ماذا بيا نزيد نخدم روبوت واحد اخرين ونشارك بهم في المسابقات، بصح الهدف هو ماشي غير المسابقات، الهدف هو في المستقبل هاد الروبوت واش حيوليو، يعني عندهم هاد الروبوت اللي نخدموا فيهم دركا عندهم هدف عميق باش في المستقبل كمشروع.